صباح الكرم ديالي، سلام عليكم. كديري؟ لاباس عليكم؟ مع صحيحه؟ اموركم مزيان؟ الحمد لله. الواحد لا شتاني ساهل، راكم ما تصيبوه حتى لاخر لحظه. ان شاء الله غادي نبداو. هنا كتاخذوا واحد البلاطو يدخل الفران. هلا خديت انا هذا البلاطو غيدخل الفران، وغندير واحد نص كويس الماء هو فاش غيطيب كلشي هادشي. وهنا عندي الخرقوم، الملحه، سكنجبير، البزار، عندي نص معلقه نص معلقه من الحاجه. وعندي واحد المعلقه ديال السوجا. عندي جوج طوماط وبصله ونص حامضه وربعه الزيتونات. طحنتهم مزيان، نيلتهم مزيان. هانتوما راه ماشي مهرمشي، راه مطحونين. هنا كنخلطوا هذا الخليط. نخلطوه مزيان، وغادا نزيد عليه واحد نص كويس ديال زيت العود. هانتوما يا مكملش نص كويس. وغنشد هاد الدجاج غنمندو هنايا. راه قلت لكم ساهل، اسهل ما يكون، يعني 20 دقيقه. ها هانتوما هو طيب، حاطينه سيرتو لكن عندكم فران صغير راه دغيا. هانتوما يا هذا نخليه ابار. دابا هاد الدجاج هذا انا غادا ندير فوق منه حك ديال الشامبينيون. هاد الشامبينيون انا غسلته وصفيته. هنا وعندي بطاطا ديك الصغيوره، ها هي شفتو، كنشدها كنقسمها على جوج. بالجلف ديالها راه كتجي واعره. غسلو هاد غسلوها مزيان. هانتوما هي عشاء ساهل ديال الزربه. هو الدراري كيبغيو واحد الدجاج مع البطاطا. انا قلت لكم راه حتى لاخر لحظه نوضوا صايبوه وجدوه. هانتوما يا وشدوا خلطوا هذيك البطاطا والدجاج وكل شيء، الشامبينيون. ها لا حاولوا كاع كتخلطوه. هنا دابا غادا نغطيه بالبابي الومنيوم ونشعل الفران. غندخلو على درجه 180، غنشعل عليه لتحت حتى كنحس بيه راه طاب من لتحت، وعاد نهزو من الفوق باش يتحمر شويه ويشد الطياب ديالو، حيت الفران ملي كنشعلو من لتحت راه كيطيب مزيان. فوالا ونتلاقاو، عنده واحد 30 دقيقه ها هو موجود ان شاء الله. انت ما خرجت هذيك البلا من الفران، نوري لكم باش ما نخبيش عليكم شي حاجه. ها انتما راه طاب، وخذوا شي ميس باش تعرفوا راه طاب. ها انتما يا هنا بطاطا صباكات، بطاطا كلشي. شوف راه ما درتش فيه نقطه الماء، داك نص كويس الماء اللي طيبت به هو هذا. دابا انا غنديرو في الفران، نحيدو من تحت ونهزو الفوق باش يتحمر له هاد البلاصه ديالو. ونوري انا اي حاجه درتها نوريها لكم. انا نوري لكم دابا غنديرو في الفران. هانتوما يا انا حيدت عليه داك البابي الومنيوم، دابا غنخليه هكا ونخليه يتحمر. نشعل عليه من الفوق ونخليه يتحمر. ونتلاقاو كرام. انتهت هاد الحلقه ديال هاد العشاء. راه ما شاء الله شوفوا هانتوما يا، نتمنى تكونوا تشوفوا راه كيجي. وشوفوا الماء من المرقه، قلت له الماء، شوفوا المرقه راه غير شويه، داك النص كويس اللي درت الماء هو اللي طافي هاد الرجيلات ديال الدجاج مع البطاطا. هانتوما ما شاء الله كيجي واحد العشاء وساهل، والدراري كلشي كيبغيو هاد ماشي جنيحات، تركيبات ديال الدجاج. حطوه كما حبيتوا احبائي الكرام. انا المهم هي المشاركه، كنبغي نشارك معكم اي حاجه درتها، واي حاجه سهله كتكون تسهل عليكم الوقت ديالكم راه كنقدمها لكم باغ امور، كنقدمها لكم. البطاطا كتجي زوينه.
داك فيها الشامبينيون اللي درت مع الدجاج. شوفوا كيجي حتى هويا يعني كتجي زوينه هاد المريقه كنقولوا حنايا. متابعي الكرام ديالي، تسالت هاد الحلقه ديال هاد العشاء، راه عندكم تقريبا 40 دقيقه 10 دقائق ديال التوجات و 30 دقيقه ديال الفران، راه كيجي واعر. شوفوا البطاطا كتجي بحال بوتيتوز مقليه، وهاد الرجيلات ديال الدجاج. شوفوا لاصوص مع الشامبينيون كيجي ما شاء الله دغيا ساهل. الناس واخا خدامين او جالسين في الدار حتى لاخر لحظه كينوضوا يصايبوه، وكنبدلوا شويه على الفريت مقلي في الزيت، وهذه كنبدلوا شويه ثاني، وكنبدلوا على نطيبوا في الطاجين ونطيبوا حاجه في الفران. ولا عجبكم هاد العشاء، هاد العشاء راه خفيف ظريف. ما تنسونيش باللايكات ديالكم وجيم، ميرسي بوكو، كنتمنى لكم ليله سعيده. ميرسي.